في هذه الحلقة، النجم الهوليوودي الذي يقارب طوله 81 سنتيمترا يتمتع فيرن تروير بماض مدهش، هل قيامه برحلة إلى دياره ستعيد علاقته بجذوره الآميشية؟ مجتمعات الآميش مترابطة جدا وأفرادها يعتنون ببعضهم البعض. مصارعو ثيران الأقزام الكولومبيون، الأقزام المحاربون. أتصور أنه سوف يلتهمني أو يحطمني أو يقتلني، هذا ما أتصوره. هل هم جاهزون لمواجهة مخاطر العراق الأول من الموسم الجديد؟ نحن هنا لنثبت العكس للذين يقولون أننا نعجز عن فعل شيء. وعامل صندوق في سوبرماركت يتحدى التوقعات ليحقق حلم طفولته الذي سيغير حياته. انظر إلى ذلك القزم هناك يعجز عن فعل أي شيء. في غضون يومين سيخضع لفحص قد يجعل منه واحدا من قلة الأقزام الذين يقودون شاحنات في الولايات المتحدة. أنا متوتر لأنني على بعد خطوة من تحقيق أحلامي وأهدافي. بطول 81 سنتيمترا وحسب، يعد فيرن تروير 44 عاما من أشهر الأقزام في العالم. ماذا شعرت أنك مثلت مينيمي؟ نادني بالسيد تروير. سطع نجمه في سلسلة أفلام أوستن باورز التي حققت نجاحا باهرا. أدركت حينها أن هذا الأمر سيغير حياتي إلى الأبد. مجتمعاتنا مترابطة وأفرادنا يعتنون ببعضهم. الآن وللمرة الأولى سمح للكاميرات باللحاق به إلى دياره. إنها رحلة ستجعله يفكر في نمط حياته السابق. أؤمن بالأشياء التي علمني إياها والداي. هذا قصر بلاي بوي، منزل هيف، كنت أدخله دوما. ما يحصل في قصر بلاي بوي يبقى هناك. حجمي لم يوقفني، فعلت ما رغبت فيه وقمت بأمور ما كان يجب أن أقوم بها. لكن بداية حياة فيرن تروير كانت بعيدة كل البعد عن بهرجة ونميمة لوس أنجلوس، فأصول عائلة فيرن ومنذ أجيال تنتمي إلى الآمش. والآن للمرة الأولى سمح فيرن للكاميرات باللحاق به في رحلة فريدة ليعيد أواصر التواصل مع ماضيه. ندخل سانترفيل الآن، وهي البلدة التي ترعرعت فيها. يتجنب الآمش استخدام الكثير من ضروريات الحياة العصرية مثل السيارات والكهرباء والآلات. كان جداي من الآمش، لذا كنت أقيم عندهما أحياناً. كانا يريدان عيش حياة بسيطة. هذه مدرسة الابتدائية، وقع حادث فيها ذات مرة. كان هناك فتى أطول مني بثلاثين سنتيمتراً ونعتني بالقزم، فقفزت ولكمته على أنفه، ففصلوني من المدرسة ليومين. هذا جيد. مرحبا. مرحبا. مرحبا فيرن، كم تسرني رؤيتك. يسرني أنك وصلت. أحصل على عناق أيضا؟ أعتقد ذلك. علي أن أخلع حذائي؟ لا، لست مضطرا لذلك، لكن افعل. يعيش الآن والدا فيرن في قسم مختلف من ميشيغان، ونادرا ما يتسنى له زيارتهما. ما هذا؟ ما هو هذا؟ سمعته، لابد أن يكون لك مكان للنوم. صنعت لي سريرا. أجل، كيف أوازن نفسي عليه؟ أراه منحدرا إلى هذه الجهة. الوسادات منحنية. تعطينه شيئا جيدا فيبدأ بالتذمر. كان أبي متمردا وقتئذ، وأمي كانت حساسة ومحبة. أعتقد أنني جمعت ما بين الاثنين. ولد فيرن وهو يعاني تنسج الغضروف والشعر، وهو نوع نادر من القزامة، لكنه شائع أكثر بين مجتمعات الآمش. كان عمره يوما على الأرجح عندما أتى جونيور لزيارتنا. لاحظ أن يديه ورجليه قصيرة جدا. قلقت كثيرا من أن يسخر الناس منه، وهذا فعلا ما حصل معه. دائما كانوا يسخرون، ولكنه كان شخصا قويا جدا. منذ نعومة أظفاره طبع فيه والده حس الاستقلالية. كنا نلزمه بجلب الحطب كغيره من الأولاد،
وليشرب الماء كان يضطر إلى سحب الأدراج كسلم للصعود. كان بوسعه فعل ذلك بنفسه، لذا ضغطنا عليه. العالم قاس، وتوجب على فيرن أن يشق طريقه بنفسه. عملناه كما عملنا الولدين الآخرين. قلت له إن لحالته هذه غاية، وإن الله خلقه على هذه الصورة لغاية ما. كان نعمة بالنسبة إلينا، فعلاً نعمة. بالرغم من أن جي آر وسو قبلا بابنهما كما هو، إلا أن طيش فيرن أوقعه في مشاكل كبيرة. هاي فيرن، أنت رجل جامح. في غضون أسبوع مصارعو ثيران الأقزام سيدخلون حلبة المصارعة لتحدي ثور هائج. حلمي أن أكون مصارع ثيران مشهورا، وأن توضع صوري على لوحات الإعلانات. أندريس يصارع الثيران في بوغوتا. لكن ما من وسائل حماية مصنوعة لمن هم بأحجامهم، وهذا درس تعلموه بالطريقة الصعبة. طرحني الثور أرضا وداس علي. لا تعرف في تلك اللحظة إن كنت ستبقى حيا. كولومبيا، أمريكا الجنوبية، إنه بلد لا تزال فيه رياضة مصارعة الثيران القديمة تكتسب قوة، وهناك مجموعة مصارعي ثيران تستقطب الحشود حيثما حلت. يقارب طول جوستافو ماريو 130 سنتيمتراً، عمره 46، ميكانيكي ومصارع ثيران. لم أحلم بأن أكون مصارع ثيران قزماً. أندريس مانيو 24 عاماً، مصارع ثيران، طوله 120 سنتيمتراً. حلمي أن أصبح مصارع ثيران كبيراً وأنتظر صوري على لوحات الإعلانات. وهيوغو مارتينيز 48 عاماً، طوله 120 سنتيمتراً، بائع متجول ومصارع ثيران. عندما يهلل لي الناس يفيض قلبي سعادة. لا تتعلق مصارعة الثيران بتسلية الحشود وحسب، فالأمر شخصي. كل شيء ممكن في هذه الحياة. نحن هنا لنثبت العكس للذين يقولون أننا نعجز عن فعل شيء. حل الليل في بوغوتا. خرج مصارعو ثيران الأقزام في آخر ليلة للاحتفال قبل انطلاق التدريب للموسم الجديد. حسناً يا سادة، فلنستمتع بسهرة الليلة. نحن نستحق ذلك. أجل صديقي، لقد عملنا بجد. لقد تدربنا كثيراً. فلنخرج للرقص إذن. وإذا لم يجذب هذا القميص فتاة ما، فلا تسموني أندريس بعد اليوم. لا أستطيع، فأنا متزوج. هيا، ماذا تقول؟ هيا. لا أستطيع إغواء فتاة، فأنا متزوج. ماذا هيا تقول؟ لا لا لا، سأرقص وحسب. هيا، انزع خاتم الزواج إذن. هيا، أنا ذاهب للرقص. عندما تزوج وأنجب طفلا، انضم هيوغو مارتينيز إلى مصارعي ثيران، وكانت تلك المرة الأولى التي يلتقي فيها بقزم آخر. عندما التقيت الأقزام الآخرين أول مرة تغيرت حياتي كثيرا. علاقتي وطيدة بأندريس، نحن صديقان مقربان جدا. هيا أسرع، أجل هكذا، أجل هيا. على جانب تلة جنوب بوغوتا، مصارعو ثيران الأقزام يتمرنون. أحسنتم أحسنتم، لا تتلكؤوا. مرت ثلاثة أشهر على المصارعة الأخيرة، والفرقة تفتقر إلى التدريب. أقوى، هيا هيا، أقوى أقوى. مصارع الثيران السابق نويل فالنسيا هو الرجل المسؤول، إنه يدرب مصارعي ثيران الأقزام منذ 30 عاماً. عليك أن تتدرب يومياً، عليك أن تتحضر كل يوم بدنياً وذهنياً. هيا بسرعة، هيا أقوى أقوى، هيا. لم يتعلم أي قزم مصارعة الثيران بمفرده، عليك تعليمهم ذلك، والمايسترو أو الأستاذ هو أنا. هيا بقوة أكبر، أحسنتم، جيد 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 جدا. هيا تحضروا لمصارعة الثيران. بسبب المخاطر هناك الكثير من التوتر. أكثر ما يثير قلق الأقزام هو ألا يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم. وظيفتي هي تسليحهم ضد هجمات الثيران. مرة بعد، جيد مرة بعد. بدأنا مع ثلاثة أقزام لأنه كان من الصعب العثور عليهم، لأنهم لم يثقوا بالناس، ارتابتهم الشكوك.
فلنلقي نظرة لكي نرى ما حدث. يشارك المصارعون الأقزام في حوالي 50 جولة مصارعة في السنة، فيجوبون البلاد ويمارسون أعمالهم بين الأمرين. فلنتفقد الزيت، أسكب القليل. بعد بضعة أيام سيشاركون في أول مصارعة لهم هذا الموسم. العطل في مكان آخر. في الحلبة لديهم فرصة ليس فقط لمحاربة الثيران بل للتعصب أيضا. في الشوارع يطلق الناس علينا نعوتا ويسيئون معاملتنا. الناس الطوال متعصبون تجاهنا. في البيرو يدعوننا بالحشرات، وفي الواقع الحشرة هي حيوان. هل نخرجه ونجلب العدة لتفقده؟ أردت أن أختبئ وتوقفت عن الخروج. كان ناس يحدقون بي والجميع يحاول الإمساك بي وأيضا احتضاني. أغلق الغطاء. لم تزد الضغينة في قلبي لأنني عرفت أنه إن حصل ذلك فستنتهي حياتي. في الولايات المتحدة الشاحنات وقيادتها تبقيان عجلة الأمة تعمل طوال العام. إنه عمل صعب بل الأصعب عندما يكون طولك 140 سنتيمترا وحسب. انظر إلى القزم هناك يعجز عن فعل أي شيء. لدى روب ليلي طموح باستبدال عمله خلف صندوق السوبر ماركت بقيادة شاحنة كبيرة والتحول إلى واحد من الأقزام القلة الذين يقودون الشاحنات في الولايات المتحدة. قد يتطلب منك القيام بشيء وقتا أطول وبطريقة مختلفة لكن يمكنك تحقيقه. روب على وشك القيام بفحص قيادة قد يغير حياته إلى الأبد. أنا متوتر وحسب. بنسلفانيا أمريكا. إنه وقت الفطور في منزل عائلة ليلي. بدأت على هذه الطريق التي توشك أن تصل إلى آخرها. عندما كنت تبلغ 5 أو 6 سنوات جلبنا لك ذلك الجيب الآلي. يبلغ طول ابنهما الأصغر روب 140 سنتيمترا وهو يطمح لأن يكون سائق شاحنة منذ الصغر. لطالما كانت قيادة الشاحنات وتشغيل الآلات حلمي الأكبر. معظم الأولاد الصغار يلعبون بالرمل وبألعاب الشاحنات، لكن أنا لطالما حلمت بأن أكبر وأن أعيش ذلك على الحقيقة. كنت أستخدم طاولة المطبخ لأرصف ألعاب البناء خاصتي وكنت تجدينها على الطاولة. أتعرف أننا لا نزال نحتفظ بشاحناتك؟ ألا تصدق؟ لا أفكر فيه على أنه صغير الحجم، فهو ابني، لكن طوله يشكل تحدياً له. بالرغم من أن لدى روب النوع الأكثر شيوعاً من القزامة، إلا أنه كان القزم الوحيد في الحي، فكانت حياته كطفل صعبة. لطالما حدق بي الناس ونعتوني بالأبله، والنعت أكثر إهانة لمن يعاني قصر القامة هو مناداته بالقزم. قد يكون هذا أكثر ما كان يؤلمني في صغري. كان روب يلعب بشكل دوري في فريق البيسبول. عندما رأى الناس روب يلعب أول مرة بدأوا يخرجون من الملعب. كوالد لقد ضايقني ذلك فعلا، فقد أهانوا الولد. عند الرمية الأولى قفز روب من فوق السياج ولم يدعوه يشترك في اللعب بعدها. غدا هو اليوم الموعود، يوم فحص القيادة وفرصة روب لتحقيق حلم طفولته. عيش حياة على الطريق خلف المقود عمل هائل. ما من طريقة بسيطة وسريعة للحصول على وظائف قيادة الشاحنات في الولايات المتحدة. سبق أن حقق روب 600 ساعة تدريب في مدرسة تقنية، مسلحا نفسه بالمهارات التي سيحتاج إليها لتجاوز فحص الثلاث ساعات المضني. في أول يوم لي في الصف، النظرة التي علت وجوه الجميع كانت استغراباً لوجودي. ماذا تفعل هنا؟ لذا شعرت بأن علي أن أثبت شيئاً ليس لنفسي وحسب بل للآخرين أيضاً. أنزله إلى 1400.
وكأن ذلك لم يكن كافياً، توجب على روب أن يواجه تحدي التحكم بشاحنات يقارب وزنها 30 طناً. غير، حسناً، أفلته. أجهزة التحكم معدة لذوي القامة الطبيعية، لذا فإن تغيير ناقل الحركة في جهاز محاكاة الشاحنة يستوجب طاقة روب كلها. محاولة وضع الناقل على الحركة الصحيحة يشكل تحدياً. إنه في وضعية محايدة، انقله. إذا فشلت في فحص القيادة سأستاء بالتأكيد، لأنني تحضرت للأمر لمدة طويلة. عندما ركبت الشاحنة في الموقف أول مرة كان الأمر مثيراً جداً للتوتر. فكرة تشغيل شيء ضخم واستعمال ناقل الحركة وأن تجر خلفك مقطورة كان أمر مخيفاً. في هذه الشاحنة سأستخدم مطيل الدواسات، فيتم وضعه فوق الدواسات العادية ويتم تثبيته ببراغ. مطيل الدواسة هو الحق الوحيد الممنوح لروب والمتعلق بطوله، أما كل شيء آخر فهو تجهيزات عادية للشاحنة. سيكون هذا آخر درس لروب قبل الفحص. قانون الولاية يمنح الراغبين في قيادة الشاحنات عاماً واحداً ما بين تقديم الطلب والنجاح في الاختبار. إضافة إلى قطع 32 كيلومتراً، هناك جزئان أساسيان في فحص قيادة الشاحنات. إنها سلسلة من تحديات قيادة شاحنة، وتتضمن قيادة متعرجة بين المخاريط. أنا متوتر جداً، فساقي اليسرى خدرة كلياً. وتفقد سلامة الشاحنة قبل القيادة وعدد نقاطه 200، وأي خطأ يعني الفشل أوتوماتيكياً في الفحص. هذه الشاحنات هي وحوش الطرقات الضخمة، فارتفاعها يقارب 4 أمتار، وعرضها 2.5 متر، ومحملة بالكامل قد يبلغ وزنها 30 طناً. هذا معيار كبير لترتقي إليه عندما يقارب طولك 1.5 متر. مؤكد هذا يجعلني أدرك أنني إنسان قصير جداً، فيصعب علي الوصول إلى الكثير من الأشياء. إنه مجهود كبير لشخص قصير. أنا متوتر جداً حيال الفحص المقبل، فأمور كثيرة متوقفة عليه، ليس فقط إثبات أنني قادر على النجاح كما قلت للآخرين، بل إيجاد وظيفة أيضاً مدخلها أفضل والانطلاق بحياة مهنية في شيء أحبه. في الولايات المتحدة قيادة الشاحنات تدر مالاً وفيراً، ويمكن لبعض السائقين جني حتى 100,000 دولار في السنة. عيش حياة مهنية على الطريق سيخلف تأثيراً كبيراً على حساب روب المصرفي. في غضون ذلك إنه يعمل لأطول ساعات ممكنة في متجر محلي. أنا أمين صندوق في متجر وولمارت، هذا يساعدني للوقت الراهن على دفع الفواتير ومصاريف المدرسة. تربية طفل بشكل عام تشكل تحدياً، وكذلك تربية طفل شخص آخر. إنه صعب دوماً، لكني أشعر بأنه يستحق أن يكون له أب، ويستحق أن يتواجد أحد قربه، وهو ولد رائع وأحبه كما لو كان ابني. حل الصباح في بنسلفانيا. إنه يوم فحص قيادة الشاحنة مع وقوع مستقبله المهني وآمال عائلته على كتفيه، فالفشل ليس خيارا متاحا. إنه حتى الآن من أهم أيام حياتي، أن أتمكن من تحقيق شيء بهذه الأهمية وشيء لطالما رغبت فيه. أعتقد أنه متوتر. خضع روب لبعض اختبارات التوتر في حياته، وحين يقلق حيال الأمور كثيرا يؤثر هذا أحيانا في أدائه. أعتقد أن السبب إدراكي للشوط الذي قطعته، وأن أكون على شفا تحقيقي أحلامي وأهدافي. لكن فيرن رجل ذو تاريخ مثير للدهشة. أجدادي كانوا من الأمش، أصف الأمر بتشبيهه بمسلسل المنزل الصغير في البراري. والآن عاد إلى بلاد الأمش ليعيد أواصر التواصل مع عالم يبعد ملايين الكيلومترات عن هوليوود. ما زلت أؤمن بالأمور التي علمني إياها والداي. والدا فيرن معتدان أسلوب عيشه الرغيد في LA، لكنهما لا يزالان يحبان التأكد من أنه يبلي جيداً. أتواعد إحداهن؟
أنا سعيد بكوني عازب الآن. إن تعرفت إلى إحداهن فليكن، وإن لم أتعرف فلا يهم. أجل، لن أبحث عن أحد. المشاكل تجد طريقها إليك، لذا قد تبحث عنك هي. هذا ما يقلقني. أجل، بالتأكيد. أجل. عندما يتعلق الأمر بالعلاقات فقد دفع فيرن ثمن شهرته. إنه يوم جديد في منزل العائلة. ولدت جي آر مفاجأة لابنه النجم. للمرة الأولى منذ عقود سيصحب فيرن في جولة في عربة آمش تقليدية. عليك أن تنتبه ليديك. هيا أصعد. أجل، تغير الحي كله قليلا. هذا واضح. أتذكر البركة؟ وقعت في مشكلة لأنك تسللت لصيد فيها. ألا تزال موجودة؟ أجل. حسنا. عاش فيرن مع عائلته في هذا الحي حتى بلغ 21 عاما. كان هذا الطريق ترابيا. أجل. وكان الغبار يدخل المنزل. هذا أسعد أمك. أجل. بلغ وقت فيرن في بلاد الآمش نهايته. القدوم إلى هنا أعاد إلي الذكريات. فالمكان هادئ وساكن، وليلا تسمع الجداجد والعلاجم. أفتقد إلى ذلك، فهو غير متوفر في LA. ولم يجد فيرن في بلدته الهدوء والسكينة وحسب، فقد أعاد اكتشاف أمر مهم من ماضيه. افتقدت شيئا من هذا، فمجتمعات الآمش مترابطة وأفرادها يعتنون ببعضهم البعض، وهذا من أكثر ما أفتقد إليه. أسر كثيرا عندما أزور والدي، وأحب تمضية الوقت معهم من دون القلق من مشاكل الأخرى. سلمون معلب طازج، لن تتفوق على هذا فيرن. لا بأس، لولا أبي وأمي لما فعلت ما أفعله الآن. أحييه على طريقته في معالجة المواقف التي مر فيها. أنا فخورة جدا به وبما يفعله. ما كنت لأغيره أبدا. قلبه أكبر منه. لنراه بهذه الطريقة. كولومبيا، أمريكا الجنوبية، حيث تشكل مصارعة الثيران أسلوب حياة للبعض. هذا هو عملي ولن أتراجع. هيوغو مارتينيز وأندرياس مانيو وغوستافو ماريو يشكلون فريق مصارعة ثيران قويا. إنهم يتدربون ويصارعون ثيران معا، مشكلين لحمة أخوية. أحترم زملائي المصارعين كثيرا. عندما أنظر إليهم أشعر بأنني أنظر في المرآة. هذه الفرقة من الإخوة تحتاج إلى التماسك، فالمصارعة الأولى من الموسم على بعد أيام. وكاذب من يقول إنه لا يخاف. جلب المدرب نويل الفريق إلى حلبة مصارعة ثيران محلية لتدريبهم على حركاتهم. حسنا يا رفاق، إنها جلسة التدريب الأخيرة قبل المصارعة. آمل أن تكونوا جاهزين بدنيا. لا أزال متوترا وخائفا. لما أنت خائف؟ لماذا أنت خائف؟ كان أندريس في 16 من العمر عندما دخل حلبة مصارعة ثيران أول مرة. عندما واجهت أول ثور تساءلت عما أفعله، وحينها فكرت مباشرة في أمي. إن أردت أن تعيش يوما آخر لتحارب كمصارع ثيران فتحتاج إلى الشجاعة واللياقة البدنية، والأهم الرشاقة. انتبه وأنت تفعل ذلك. انتبه. أحسنت. انتبه. انتبه. أحسنت. يعجبني أندريس كثيرا. إنه بارع جدا. إنه فنان وتعلم الحرفة جيدا. هيا سنربح. هيا. أنا أتدرب دوما ولساعات طويلة، وأيضا أجتهد لأكون ببراعة مصارعي الثيران العاديين. سيواجه المصارعون الثيران مسلحين برداء وسيف زينة وحسب. إلى هنا. هيا إلى هنا. اختبئ. اطعنه. اطعنه. هيا اطعنه. اطعنه. أحسنت. لقد أحسنت. جيد.
جيد، جيد جدا. خطأ واحد أمام حيوان سريع وزنه نصف طن سيحسم هوية الفائز في المواجهة بين الثور والقزم. الثور سينال منك، سيمسك بك الثور. أهرب، أهرب واختبئ. عائلتي تدعمني لكن تطلب إلي توخي الحذر، ففي الحقيقة هم يخافون علي دوما. غوستافو، انظر، انظر إلى هذا، انظر. مستعدون؟ أجل، نحن مستعدون. أنتم مسلحون بكل شيء. فلنذهب إلى باسكا ولنحفر أسماءنا بالذهب هناك. أنتم الأفضل في العالم. ماذا نكون؟ مصارعو الثيران الأقزام. أجل، نحن الأفضل. سيواجه غدا مصارعو الثيران جولتهم الأولى لهذا الموسم في لعبة مواجهة الثيران. التبجح يعني الكثير. أنا أكثر شجاعة منكم، أكثر منك ومنك. لماذا؟ لأنني أكثر من تلقى ضربات من ثور. تلقي إصابة لا يعني أنك الأكثر شجاعة، ولعلي مصارع ثيران أمهر منك، وأنا مشهور أكثر منك أيضا والكل يعلم. كجنود في طريقهم إلى أرض المعركة، يعرف الأقزام أن تلقي إصابة والموت هما قاب قوسين أو أدنى. أصابني ثور مرة هنا ولا يزال الأثر موجودا. وتظن أنك أكثر شجاعة منا لأنك تحمل ندوبا، صحيح؟ اسمع هذا، سأخبرك قصة. دخلت مرة في مواجهة مع ثور وكنت فهربت منه وضربني وتلقيت 26 غرزة. تلقيت إصابة في يناير، طرحني الثور أرضا وداس علي. كان ثورا ضخما جدا وكسر ساقي، فأمضيت أسبوعا في المستشفى. تدلت ساقي لأنها تهشمت كليا. اقتربت منها كثيرا حتى إنني أستطيع تقبيلها. سنعرف من الأكثر شجاعة لاحقا، فلنأخذ مصارعة جيدة. نخبكم يا رفاق، نخبكم يا رفاق، نخبكم. بما أن المصارعة المقبلة ستكون الأولى لهم منذ 3 أشهر، لوسيرو زوجة هيوغو جلبت معها ابنهما الصغير جيمي لمشاهدة والده يصارع. مرحبا لوسيرو، ابني الوسيم. بطول 140 سنتيمترا يسعى روب ليلي لتحقيق حلم حياته بالانضمام إلى صفوف سائقي شاحنات القطر الأمريكيين والتحول إلى واحد من الأقزام القلة الذين يقودونها في البلاد. لم أتربى على فكرة أن شيئا ما يعصى علي. أمضى روب أشهرا طويلة يستعد لفحص قيادة الشاحنة، لذا آخر ما يحتاج إليه روب هو التوتر العصبي. كنت متوترا أن أكون على شفا تحقيق حلمي وأهدافي. حسنا يا صاح، حظا موفقا. دقت الساعة. أنا فخور بك. شكرا. حان الوقت لتحقق نجاحا آخر. في الصباح الباكر ليوم المصارعة تناول مصارعو ثيران الأقزام فطور الأبطال. لا يمكننا تناول الغداء اليوم، الفطور فقط، فيجب أن نكون خفيفين. أنا الأكثر شجاعة، لذا سأكل أكثر. هيا أسرعوا، حظا موفقا أيها المصارعون. رحلة الحافلة إلى حلبة المصارعة منحتهم فرصة التفكر فيها قبل حصولها. حلمي أن أكون مصارع ثيران كبيرا، وأن تظهر صوري على لوحات الإعلانات. أندريس يصارع الثيران في بوغوتا. المخاطر بالنسبة إلى هيوغو كبيرة جدا، لأنه يقدم كل ما لديه عندما يدخل الحلبة. نعم، ثمة مخاطر، لكن في هذه المهنة لا مجال للتراجع. قبل دقائق قليلة من بدء المصارعة ظهرت مشكلة. ليس مقاسي، أعجز عن ارتدائه. سأساعدك في ارتداء السروال، لا بأس، انتظر انتظر. ميغيل العضو الرابع في فريق اليوم يعجز عن ارتداء زيه. لا أستطيع مصارعة ثور بهذا،
انتهى الأمر، لا أستطيع المصارعة. أنت سمين جدا، عليك أن تتمرن أكثر وبحاجة لتفقد الوزن. لا يمكن إلغاء المصارعة، سيتوجب على المصارعين مواجهة الثور بفرد ناقص. بدأ التوتر الآن، إنها الساعة الأكثر توترا. يا إلهي، لكم أنا متوتر، بدأ الأمر ينال مني. تذاكر مصارعة الثيران ليست بخسة الثمن، لذا تطالب الحشود بأن يرتقي العرض ليشاهدوا مصارعة جيدة. ابني وزوجتي هنا وهما يمدانني بالقوة، لكن قلبي الآن يخفق بقوة. كلنا نشعر بالخوف وبالتوتر. كاذب من يقول إنه لا يخاف. قد أكون واثقا من نفسي، لكن لا أزال أشعر بالخوف. عندما تدخل الحلبة تسمع الكثير من الضجة وصيحات الجماهير المرحبة، عندها تبدأ دماؤك بالتدفق بقوة. عندما تفتح الأبواب يسيطر عليك الصمت الهائل. أتخيل أنه سيلتهمني أو يحطمني أو يقتلني. لا تعرف في تلك اللحظة إن كنت ستبقى حياً. شرد أندريس لجزء من الثانية فنال منه الثور. استعاد مركزه بسرعة، لكنه نجا بأعجوبة. التمرين أتى ثماره وقدموا عرضا جريئا. يستطيع مصارعو ثيران الأقزام أن يفخروا بأنفسهم وأن يخرجوا من الحلبة برأس مرفوع. وبالنسبة إلى أندريس وإلى رفاقه في الفريق، هذه المصارعة عانت أكثر من مجرد تسلية الجمهور ومحاربة الثيران. في هذه الحياة كل شيء ممكن. نحن هنا لنثبت العكس للذين يقولون أننا نعجز عن فعل شيء. نريد أن نثبت للناس أننا صغار الحجم، لكننا كبار في كل شيء آخر.